والحضور. السلام عليكم. سباق اليوم امتحان كبير للفرس، اذا فشلت راح ارجعها للشيخ ابو نواف وحمله جميله مقابل انه يعطيني كل اللي خسرته عليها، لكن اذا فازت في السباق راح اتمسك فيها بكل قوتي. انسى الموضوع ولا تفكر فيه، الفرس ما بتفرط فيها، والفرس معروف سلالتها ومين اهلها. وبعدين يا عمي الاصيل اصيل، لو ما بتسوى ثقل الذهب ما بركضوا وراها. شيخ فواز يا حضرة الضابط صاحب الفرس المسروقة اللي صار عليها مشكلة مع سيدنا. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ ودي أقدم شكوى على مدحت لأن فرسي عنده. يعني بتتهم مدحت بسرقتها؟ لا يا حضرة الضابط، لكن التهمة إنه يعرف إنها مسروقة ومصر إنه يحتفظ فيها ولا يردها لي. إذا مين اللي سرقها؟ ما نعرفها يا حضرة الضابط، واحد جهة على مربطها وسرقها وباعها، ويوم درينا انها عند الاخ مدحت وصينا لها العم ابو نواف والاخ صفوان ورفض يرجعها، والحين جايين نشتكي. والفرس قديش لها مسروقه؟ حوالي شهرين. وليش ما بلغت عنها من وقت ما انسرقت؟ انا ارسلت فارس ومعه الاخ صفوان يدورون عليها ما لقوها. والاخ صفوان كان ساكن عندكم بالباديه؟ لا، كان ضيف وسرقت الفرس وهو عندنا. يا حضرة الضابط، احنا بلغنا عن سرقتها في مغفر القرية القريبة من البادية. ايه صحيح، وحنا بلغنا الشرطة متعب وقال انهم رايحين يدوروا عليها. وكيف قالوا لكم بدهم يدوروا عليها وهم ما عندهم معلومات عن اوصاف السارق ومين هو؟ والخيل كلها بتشبه بعضها. طال عمرك، الشرطة متعب من عربنا ويعرف فرس الشيخ زين، وبعدين الفرس مصيته بين العربان والجميع يعرفون اصايل. اسم الفرس أصايل؟ نعم. طيب احنا راح نستدعي مدحت ونحقق معه بالموضوع،
بس بدي اسالك اخ صفوان، ليش ما قدمت الشكوى هذه يوم ما اتهمك بسرقه الفرس؟ لانه قلنا يمكن بالتفاهم نصل معه لنتيجه، لكن للاسف ظل مصر على رايه، مع انه الشيخ ابو نواف عرض عليه يدفع له كل قرش صرفه عليه. يعني انت شفت مدحت مره ثانيه بعد ما اتهمك بمحاوله سرقه الفرس؟ هو طلبني لمكتبه مشان يتفاهم، وطلب مني مبلغ 20,000 دينار مقابل انه يتخلى عن الفرس، وانا اعتبرت هذا ابتزاز وبلغت الشيخ ابو نواف في الموضوع. وقع لي هون يا شيخ. ينفع الختم يا حضرة الضابط؟ طبعا بنفع. احنا بمجرد ما يجي الاخ مدحت بنبعت وراكم، بلكي حاولنا نحلها بينكم هون عندنا، واذا ما انحلت راح نحول القضية للمحكمة. المهم أصايل ترجع لنا يا حضرة الضابط. عجيب، شو اللي رجعوا على البادية مرة ثانية؟ يمكن شغلة مهمة. هلأ خلصيني خلينا ننزل على السوق. وشو الفائدة من نزلتنا على السوق هسا؟ ما هو لازم يكون معنا. ليش لازم يكون معنا؟ ليش إحنا ما بنعرف نشتري؟ الرجال أعطاكي مصاري وقال لك انزل على السوق واشتري اللي بتحتاجيه. شو اللي بدك يا كمان؟ أيوة، لكن لازم نأخذ رأيه في اللي بدنا نشتريه، مش يمكن ما يعجبه؟ خلصيني هالإيه؟ ليش هم رجال بيفهموا أكتر منا بالمشترى؟ طيب طيب، أنت ليش مستعجلة؟ بدنا نلحق السوق. أي هو السوق يعني بده يهرب؟ لا، المحلات اللي بدي أخذك عليها بسكر بكي. حاضر، تفضل. يلا. يا هلا بفواز. يا هلا يا هلا بك يا عمي، وشلونك؟ يا هلا فيك. يا هلا الله يسلمك. يا هلا فيك فارس، كيفك؟ يا هلا. انا زعلان عليك. ها خير؟ وشلون تروح تتجوز وما ترسل لي؟ الشيخ فواز يعلمك. اكل حال مبروك. الله يبارك فيك. استريحوا 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 يا صفوان. يا هلا يا هلا. شلون الربع؟ والله كلهم طيبين وبخير وما يسالون الا عنك. تسال عنهم العافيه. الله يسلمك. يا هلا بيك. الحمد لله. يا هلا بيك. هلا هلا. ترى احنا يا عمي رحنا المغفر وقدمنا شكوى على مدحت. مرحبا. يا هلا. الشيخ ابو نواف موجود؟ ايوه موجود. من هو؟ سليم. يا سالم، من اللي جاء؟ واحد يقول ان اسمه سليم وده يشوفك. خلوه يدخل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. 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 أهلا وسهلا. تفضل تفضل استريح. شكرا يا شيخ. سألت عنك بالفندق. خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. الرجل اللي اشترى مدحت منه الفرس موجود هون. وين موجود؟ مع السيد مدحت. أنا ما كنت أعرفه بالأول، لكن لما إجي عند السيد مدحت تعرفت عليه وحبيت أحطك بالصورة. شكرا يا اخ سليم، شكرا. بس ارجوك يا اخ صفوان، بدي منك خدمه. ما بدي مدحت يعرف انه انا اجيت لعندكم هون او خبرتكم، لانه اذا عرف ممكن يطردني، وانا عندي مسؤوليات وعندي عيله. يا اخ سليم، ان طردك مدحت او ازعجك بشيء اتركه وتعال اشتغل عندي. ها بارك الله بهمتك يا شيخ، شكرا. بس استاذن. السلام عليكم. مع السلامة. بأمان الله. لو نخبر الشرطة حتى نجيبه على الإفادة. خبره، روح خبره. لو تخبرهم أنت وخليني أنا ألحق سليم. طيب أنا أخبره. خير يا أخ صفوان. أنا بدي أشكرك على الخدمة اللي خدمتني إياها، وبدي منك تدير بالك على الفرس، أنا خايف مدحت يعمل فيها شيء. ولا يهمك يا أخ صفوان، أنا المسؤول عن الخيل بالمزرعة. وهدول مشانك. إيش هذا يا أخ صفوان؟ معلش، إحنا لبعض. سيد صفوان، أنا حبيت أخدمك لأني عرفت الحقيقة، خصوصاً بعد موقفك معي بالمخفر. ولا يهمك، إحنا لبعض وأي خدمة أنا جاهز. ماشي يا سيد صفوان،
أنا في خدمتك. شكرا. شكرا لك. مع السلامة. سليم هون؟ مش موجود، راح مشوار. طيب روح شوف شغلك. اذا شرطي جايب هاي المرة. خير ان شاء الله. لا ما في شيء، استناني هون. طيب خليني اجي معك. لا ما في داعي، روح لحالك. شو الموضوع؟ يمكن مشان الفرس. الفرس؟ اللي وعدك انه ما يتدخل في الموضوع مقدم شكوى ضدي، وانا هلا لازم اكون في المغفر. مين اللي مقدم الشكوى؟ ابو نواف. ابو نواف؟ بس ابو نواف رجل محترم، اذا قال كلمه التزم فيها. اذا مين اللي اشتكى علي؟ مش عارف، هلا بطلبه وبسأله. هاي سليم اجا، اكيد بعرف بالموضوع. السلام عليكم. وين رحت وتركتنا؟ وين؟ كان عندي شغله مهمه. وين السيد مدحت؟ مطلوب للشرطه وراه لعندهم. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا عارف منين اجتنا هالشغلة؟ ما احنا طول عمرنا كويسين، وعمرها الشرطة ما طلبتنا. شو الموضوع يا سليم؟ فهمني. أي أنا عارف شو هو الموضوع. اسأل عنه السيد مدحت. على إذنك. وين رايح؟ بدي ألحقه، يمكن يحتاجني بإشي. أنا ما إلي علاقة بالموضوع. هذا ولد أخوي صاحب الفرس، هو اللي مقدم الشكوى. الرجال وده فرسه. أيوة يا شيخ، بس ما كان في ضرورة للشرطة، احنا كان ممكن نحلها بيننا بالتفاهم. احنا حاولنا مع الأخ مدحت لكنه ما يريد التفاهم. على كل حال بسيطة، ممكن تنسحب الشكوى واحنا نتفاهم بيننا. لا لا لا، أنا ما أقدر أوعد، الأمر طلع من إيدي. أنا رأيي إنك تحكي مع صاحب العلاقة. لا يا شيخ، احنا ما بنعرف غيرك، وانت الراس الكبير، اذا قصدت تحلها شيخ ابو نواف تحلها. لا لا بالله، حلها عندك انت، انك ترجع الفرس لصاحبها. على كل حال بسيطة يا شيخ، انا بحكي مع مدحت وبرد لك الخبر، بس المهم ما في لزوم للمحاكم بيننا. شكرا يا شيخ، شكرا، مع السلامة. الجماعة بدهم فرسهم. بقتلها ولا بعطيهم إياها؟ شو راح تستفيد من القتل غير خلق المشاكل؟ يثبتوا إنها إلهم. مستعدين يجيبوا البادية كلها تشهد إنها إلهم. والحل يا لبيب، الفرس ما بتتفوت. الحل إنك تتفاهم معاهم أحسن. أنا عندي فكرة. شو هي؟ وين مدحت؟ ليش ما إجا؟ يا سيدي أنا جاي وبفكر هون. لسه ما إجا، شو مفكر حالك؟ إحنا بنقدر نجيبه هون بقوة. اسمع، صحيح الرجل اللي باع لمدحت الفرس موجود في المزرعة؟ أنا سيدي ما بعرفش، ما كنتش بالمزرعة. إحنا بنعرف إنه موجود بالمزرعة. هسه بودي معك شرطي بخليه يجيبه لهون. مثل ما بدك. روح مع الأخ على مزرعة مدحت وجيب الرجل الموجود هناك، والمدحت بالمزرعة جيبه معك كمان. حاضر سيد.
خير ان شاء الله سيد مدحت. سليم هون؟ لا مش موجود. طب اسمع، بدي اعطيك الفرس تاخدها من هون وتخبيها عندك. ليش؟ شو صار؟ الجماعة مصرين ياخدوها، القانون بصفه. بس انا خايف. ما تخاف ولا اشي، انا مرتب كل اشي، لما تنتهي الزوبعة بترجعها اللي تشوفه. طيب تعال عشان تاخدها. بالنسبة للمصاريف ولا يهمك، راح اعطيك اياها. شكرا. هذا مدحت مبين عليه ما يستحي، وده طقة خشم. مبين عليه مدعوم، عشان هيك بالسائر ومطنش. ايه. وبعدين يا حضرة الضابط، بشوف السيد مدحت بعده ما يجي. بيجي بيجي. بس هذا استهتار، المفروض فيه قوانين لازم يحترمها. طول بالك يا أخ صفوان، الصبر كويس، الغايب عذره معه. يا حضرة الضابط، حنا ورانا شغال، ما حنا فاضيين، وأنا روحي وصل الطرف خشمي يا حضرة الضابط، ترى عشر دقايق إما جاء أبا روح له وأخذ عصاي بالقوة. ما أظن الشيخ فواز يتصرف هيك وإحنا موجودين. أنا أرسل الشرطة حتى نجيبه ونجيب معه تاجر الخيل. لا تفكرنا ساكتين. السلام عليكم. السلام. أهلا سيد مدحت. أنا آسف على التأخير، كان عندي شغلة ضرورية. احنا مقدرين هالإشي، لكن خفنا عليك يكون صار معك إشي لا سمح الله. خير يا حضرة الضابط، ليش طالبني؟ بدنا نحل قضية هالفرس. أي فرس؟ الشيخ فواز مقدم شكوى، بيقول إنه فرس اسمها أصايل من سلالة معنبي انسرقت من قدام بيته، وهذه الفرس الآن موجودة عندك. عندي أنا؟ مين اللي شافها منكم عندي؟ شو قصدك يعني؟ إذا في شهود وقالوا إنهم شافوا الفرس عندي، أنا مستعد باللي تطلبه يا شيخ فواز. هذا كلام مردود عليك. أنا بعرف، والشيخ أبو نواب بعرف إنه الفرس عندك. مزرعتي تحت أمرك يا حضرة الضابط، اتفضل شرف وشوف كل الخيل اللي عندي، وإذا كانت فرس الشيخ فواز موجودة عندي ياخذها. كلامي فيه غلط؟ كله غلط. هذه لعبة ما بتفوت علينا. لو سمحت يا أخ صفوان. حضرة الضابط، هذا الرجل مراوغ، أكيد أخفى الفرس. ليش ما سمح لي بالأول أفوت على مزرعته حتى أتأكد إذا الفرس موجودة عنده ولا لا؟ جاي هسا يطلب منا نروح على مزرعته بعد ما أخفاها؟ حضرة الضابط، أنا ما بسمح لأي واحد يوجهني تهمة، لأنه هاي بعتبرها إهانة إلي. إذا في شهود شافوا الفرس عندي يتفضلوا يحكوا شو شافوا. أولاً، التاجر اللي باعك الفرس هو اللي خبرني إنه الفرس عندك، لهذا السبب أنا جيت على مزرعتك حتى أشوفك وصار اللي صار. ثانياً، أنت بعتت لي على مكتبك حتى تساومني عليها، وطلبت مني مبلغ 20,000 دينار حتى أخذها من عندك. هذا مش صحيح يا سيد صفوان، وأنت بتألف على لسان. إذا كنت أنا بألف وكلامي مش صحيح، شو رأيك بكلام الشيخ أبو نواف؟ على العين والرأس. إذن يا حضرة الضابط، أرجوك تسمع من الشيخ أبو نواف شو قال السيد مدحت. أنا بقول لك شو قلت للشيخ أبو نواف. أنا قلت له كل الخيل اللي عندي تحت أمره. أنت قلت له أن الفرس اشتريتها بفلوسك وصارت ملكك ومش ممكن تفرط فيها. هذا كلامك للشيخ أبو نواف أنت وشريكك الكبير السيد لبيب. يا سيد مدحت، شو رأيك؟ بقول المثل، المية بتكذب الغطاس، وهي مزرعتي تحت أمركم، اتفضلوا فتشوها زي ما بدكم، وغير هيك ما عندي، ومش مستعد أكون تحت موضع اتهام. يا أخ مدحت، احنا نعرف ان الفرس عندك، وكنا نقدر نجي ناخذه من مزرعتك وقدام عيونك. لكل حال، انا ارسلت شرطة حتى يجري بالتاجر حتى ناخذ اقواله كشاهد، ويمكن نعرف منه مين السارق. سيدي، تاجر تارك المزرعة ومروح، ما في حدا من العمال بعرف عنوانه، ومدحت مش موجود. طيب يا محمود، روح انت. وانت يا سيد مدحت، بتعرف عنوانه؟ لا، لأنه مش بالضرورة أعرف عنوان كل واحد بتعامل معاه وين ساكن. مش مشكلة، احنا راح نعرف الطرقنا الخاصة.
بدك مني اشي يا حضرة الضابط؟ انا تارك اشغالي. لا يا سيد مدحت، ما بدي منك اشي، لكن اذا عندك طلب تفضل. الان في قضية سرقة الفرس أصايل، وانت طرف في القضية، ارجو انك تتواجد في البيت او في المزرعة على حين الطلب، وما تسافر او تغادر المكان خوف تعرض نفسك للعقوبة. لكن يا حضرة الضابط، انا قلت لك اني ما بعرف عن الفرس اي اشي، وهي مش موجودة عندي. بعرف، بس هذا طلبي منك، وصدقني لصالحك مش ضدك. حاضر. السلام عليكم. ليه تتركه يروح يا حضرة الضابط؟ مدحت يكذب. شيخ فواز، المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. بعدين السيد مدحت مش هو اللي سارقها. بس يا حضرة الضابط، أصايل عنده وهو ينكر. الفرس الآن فعلا مش عنده، ولو رحنا على المزرعة مش راح نلاقيها. لعاد وين بدها تكون يا حضرة الضابط؟ هذا اللي لازم نعرفه. هذه بسيطة، اتركها علي. أرجوك يا أخ صفوان، لا تعقد الأمور وتدخل معه في مشاكل. لا 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 لا، أنا راح أعرف من سليم اللي بيشتغل عند مدحت. يا هلا. هلا بيك. يا هلا فيك شاكر. هلا بيك. وين يا رجل؟ زرتنا البركة؟ ما بنستغني. قل لي الفرس اللي معاك للبيع. لا، هذه أمانة، بدي أخليها عندكم لمدة أسبوع، وقديش بتكلفكم أكل وشرب وخدمة أنا جاهز. إحنا في الخدمة، بس أنت شايف النادي يدوب استوعب الخير تبعنا، على مو أنت عزيز علينا، ما بنقدر نفض لك طلب. شكرا، شكرا كثير كثير. يا هلا بيك. مالك؟ ايش بتفكر؟ في المشكلة اللي احنا فيها. ما في مشكلة، بس انت اخطأت في انكارك لوجودها عندك. انت طلعتنا قدام ابو نواف كذابين. بس ابو نواف ما شاف الفرس عندي وما حدا شافها. اذا ما دام بدك تنكر وجودها عندك، ليش تروح له وتحكي معه وتخليني انا كمان احكي معه وتساوم صفوان على مبلغ كبير؟ هذا اللي صار يا لبيب. بعدين الفرص ما بتتفوت، اذا من اول سباق اشتركت فيه اخذت الجائزة الاولى. اذا بدك اياها لا تنكرها واحكي الصحيح. طيب شو رأيك انت تحكي مع الشيخ ابو نواف وتقنعه؟ لا 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 لا، بعد اللي صار ما بحكي معه في موضوعها ابدا. يعني بيرضيك انها الفرس تروح منا؟ ليش تروح منا؟ احنا اشتريناها واصبحت ملكنا، وما في داعي للانكار. انا بعرف اني تسرعت، بس رايح اضل مصر على موقفي حتى النهاية، ومش راح ياخدوها. اهلا سليم، وينك انت؟ منين بتحكي؟ ما بدك تجي لعندي؟ عنده. طيب طيب، انا بخبر. شكرا يا سليم، مع السلامة. روح انت يا محمود. حاضر سيدي. تفضل. بابا خير يا سيدي؟ في اشي؟ اسمك بالكامل؟ شاكر فتحي مرزوق. شو بتشتغل؟ تاجر. ايش بالتاجر؟ بالخيل والجمال والحلال. وشو علاقتك بالسيد مدحت؟ علاقة بيع شراء، تجارة. والفرس اللي بعتها لمدحت كيف حصلت عليها؟ اي فرس؟ السيد مدحت اشترى مني كثير، اكثر من فرس. اخر فرس بعتها له، وبدون لف ودوران بدي تحكي الصحيح، ولا بوجه لك تهمة سرقة الفرس. ها يا سيدي، أنا اشتريتها من رجل بدوي التقيت فيه في البادية. والرجل البدوي بتعرفه؟ لا. لو شفته هسه بتعرفه؟ طبعا بعرفه. بقديش بعت الفرس لمدحت؟ بألف دينار. والفرس هسه وين؟ تركتها أمانة في نادي الخيول. طيب تقدر تروح هسا، لكن بتخليك في البيت، ممكن نطلبك مرة ثانية. يا سيدي أنا ما إلي علاقة، أنا رجل ببيع وبشتري. توكل على الله. طيب طيب، السلام عليكم.
مع السلامة. جهز السيارة محمود، بدنا نطلع مشوار مهم. حاضر سيدي. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين. وين المسؤول اللي هون؟ نعم، أي خدمة؟ في واحد اسمه شاكر مرزوق، جاب له عندك فرس؟ نعم. إذا إجا يطلبها منك لا تسلموا إياها أبدا إلا بطلب منا إحنا. خير حضرة الضابط، هو شاكر عامل إشي؟ لا أبدا، بس الفرس هاي مسروقة وعليها قضية. مسروقة؟ أنا بطلب منك تحافظ عليها لما تنتهي القضية، وهي الآن عندك بناء على طلبنا إحنا. حاضر. شكرا. مع السلامة. زارتنا البركة، تفضلوا. شلونك يا نورة؟ الحمد لله بخير، كيفك أنت؟ الحمد لله. قلت صفوان ما هو معقول أجي المدينة وما سلم على خيت نورة. يا ميت هلا، أنت أخ عزيز يا فارس. مين يا نورة؟ تعالي يما، عنا ضيوف. ترانا مش مطولين، أنا جاي أطمن عريج وأمشي. أهلا وسهلا. أهلا يا صفوان. أهلين. أهلاً. أهلا. هذا فارس يما. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا ميت مرحبا. ميت مرحبا. اتفضل. ميت أهلا. شلونك يا خالة؟ الله يسلمك. وشلون العم أبو نورة؟ تعبان ومريض وزمان إله نايم بالفرش. سلامته إن شاء الله. الله يسلمك. طمني على عنود يا فارس، بعدها بتستنى؟ أنا عنود تجوزنا وحامل بعد. ألف مبروك. وليش ما إجت معك؟ الخير بالجيات. عنود جيات، إحنا بدنا نسافر بس نخلص من المشكلة. إلا قولي يا صفوان، شو صار معكم؟ لسه ما انتهت. اهلا سيد مدحت. اهلا مدحت الضابط. الزياره غير متوقعه. ابدا، كنت اتوقع الزياره منك. انا حبيت اجي عشان اقول لك الحقيقه. وانا ببحث عن الحقيقه. الفرس موجوده عندي، انا اشتريتها بفلوسي بس ما كنت عارف انها مسروقه. وليش خبيت هذه الحقيقه من الاول؟ لأني خفت أخسر الفرس وأنا ما بدي أخسرها. بس لابد بيوم تظهر الحقيقة وكل صاحب حق يأخذ حقه. الفرس صارت من حقي، أنا اشتريتها بفلوسي ومش ممكن أفرط فيها. وأصحابها الحقيقيين اللي بدوروا عليها. أنا هلأ صاحبها، وزي ما قلت لك حضرة الضابط أنا ما كنت عارف إنها مسروقة. أنت مش متهم بالسرقة ولا شاكر، بس الفرس إلها أصحاب بيطالبوا فيها. أنا صاحبها الأصلي اللي اشتريتها بمالي واللي رايح احافظ عليها، وعشان هيك مش ممكن اتنازل عنها باي ثمن. انا مهمتي اني احول القضية للمحكمة، والقاضي هو اللي بيقرر مش انا. بس بامكانك تحل المشكلة من غير ما توصل للمحكمة اذا بدك. بالعكس، المشكلة حلها عندك انت. كيف؟ انك تروح وتتفاهم معهم على الحل وتجوني متفاهمين، ساعتها من عندي بلغ القضية. بس أعتقد يا حضرة الضابط إنهم مش رايحين يوافقوا يتخلوا عنها. إذن المحكمة هي الفصل بين الطرفين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا لبيب بيك، زارتنا البركة. بارك الله فيك يا شيخ ابن نواف. الصحيح أنا خجلان جدا من اللي صار بيننا. ما صار غير الخير. لذلك أنا جيتك يا شيخ حتى تكون حسن النية قائمة بيننا دائما. هذا بيتك ومطرحك. أنا رأيي يا شيخ إنه ما في داعي توصل القضية للمحكمة، وخلينا نحلها إحنا بيننا أحسن. زين، كانت تشوف هيك؟ أنا موافق، حنا ما نريد المحاكم كمان. الفرس هسه موجودة عنا، احنا اشتريناها بفلوسنا وما سرقناها، يعني اصبحت ملكنا. الملك لله وحده، وهذا الخير معروف انها لنا ابا عن جد. وبعدين حنا ما نتاجر بالخيل مثل ما تتاجروا انتوا بيع وشراء. تجارة الخيل عنا الها تقاليد والها اخلاق. اللي باعك الفرس ما يعرف قيمتها.
يا سيدي الفرس مش طالع من نفسنا، وبدنا نكسب فرس من خيلكو نضيفها لخيلنا ونعتبرها هدية منك إلنا. هذه مزرعتي قدامك، روح خذ منها الخيل اللي تعجبك، لكن الفرس هذه أنا ممون عليها. لا يا شيخ أبو نواف، بدك تفشلني؟ أنا أبدالك من صفوان اللي بدي أخذها لبلاد برا، على القليلة هون بتظل بأرضها. قيمة الهدية من قيمة صاحبها، واللي بعثين له الفرس يستاهلها وأكثر، بعدين هو ما هو غريب كمان. طيب ماشي يا شيخ، بس إحنا متمسكين بموقفنا. زين، أنا أشوف أفضل شيء المحكمة، خليها تحكم بيننا، واللي له حق ياخذ. هذا أفضل. سلام عليكم. مع السلامة. بما أن المالك الجديد للفرس وهو السيد مدحت قد اشترى الفرس عصايل من التاجر ولم يكن يعلم بأن الفرس عصايل مسروقة من بيت صاحبها القديم، فإن حسن النية موجود عنده، فلقد قررت المحكمة بإعادة الفرس إلى صاحبها الأصلي السيد فواز مع إعادة كل ما خسره السيد مدحت من أموال على الفرس، وأن يعجل له الثمن الذي دفعه عند الشراء، وقد أقفل المحضر بتاريخه. في النهاية وكي لا تلقى أصايل ما لقيه شهاب، وحفاظا على كل هذا الجمال، قرر صفوان أن يعيدها إلى البادية لتبقى دائما رمزا للعنفوان الحر والعطاء والتكاثر. أصايل في موطنها الأم هي النهاية.